في دراسة قامت بها عالمة علم الأعصاب الإدراكي دافني بيفلير حول تأثير ألعاب الفيديو على الإنسان. شو اكتشفت؟ اكتشفت أن لاعبي هذه الألعاب يكون نظرهم أفضل من غيرهم، وتكون عندهم القدرة على قراءة التفاصيل الصغيرة ويلاحظون الأشياء الدقيقة حتى في الفوضى. أيضاً يقدرون أنهم يشوفون مختلف درجات الرمادي بدقة عالية. تعرفون ليش؟ لأن الألعاب قوت منطقة الفيجوال كورتكس أو القشرة البصرية في الدماغ المسؤولة عن معالجة البيانات البصرية. لذلك فإنهم أفضل من يرى في الضباب إذا كانوا مثلاً يسوقون السيارة. يعني الكلام اللي نسمعه أن ألعاب الفيديو مضرة بالنظر والتركيز، أحب أقولكم بأن كلام غير صحيح علمياً. هذه الاكتشافات راح تساهم في علاج بعض أمراض العيون كمرض العين الكسولة اللي يسمونه الليزي آي، وهو مرض يصيب واحدة من العيون لأن يكون هناك خلل في التناسق بين الدماغ وبين العين فتضعف العين هذه. هذا المرض يصيب الأطفال دون السادسة ولا يمكن علاجه لا بالنظارات ولا بالعدسات. إحدى الوسائل التقليدية للتخفيف من آثار هذا المرض هي وضع ضمادة على العين السليمة لمدة ساعتين في اليوم لإجبار الدماغ على التواصل مع العين الكسولة. ولكن قامت الدكتورة كريستا كيلي من مؤسسة رتنا فاونديشن بتصميم لعبة فيديو على الآيباد لمحاولة علاج هذا المرض، حيث يلبس الطفل نظارة خاصة وتقوم اللعبة بإرسال الصور ذات التباين العالي أو الهاي كونتراست إلى العين الكسولة، وترسل الصورة ذات التباين المنخفض إلى العين السليمة. وبعد أسبوعين من تجربة اللعبة على مجموعة من الأطفال المصابين وجدوا بأن عيونهم تحسنت أكثر من الأطفال اللي استخدموا الضمادات. ويأمل الباحثون أن يطوروا هذا النوع من الألعاب أكثر لعلاج ما يستطيعون علاجه من أمراض الإنسان.